السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على المنظومة الكهربائية Electric Power System. المنظومة الكهربائية تتكون من ثلاث أجزاء، في عندنا جزء التوليد وجزء النقل والتوزيع Generation Transmission Distribution. أوكي، نتكلم عن التوليد. التوليد عن طريق محطات توليد، إما باستخدام الوقود مثل الغاز الطبيعي والديزل وغيره من الوقود، وممكن استخدام ايضا الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الـ PV والفوتوفولتيك، وممكن ايضا استخدام طاقة المياه في توليد الطاقة الكهربائية وطاقة الرياح. هناك الكثير من اشكال توليد الطاقة. يتم من محطات التوليد توليد ما يقارب من 6.6 الى 30 كيلو فولت حسب المحطة ونوع المحطة وعدد الوحدات التوليدية موجودة في المحطة. بعد ذلك عند توليد هذا الجهد وهذه القدرة يتم نقلها بجانب المحطة التوليد. يوجد محطة تحويل، يتم تحويل الطاقة الكهربائية، وهنا محطة التحويل هي تقوم برفع الجهد الناتج من محطة التوليد الى جهد النقل، وهي جهد عالي الهاي فولتج 132 كيلو فولت. يعني مثلا لنفرض انه موجود عندنا مثلا 15 كيلو فولت تولدت من المحطه، فنقوم برفعها عن طريق محطه التحويل. يوجد فيها محول كبير يقوم برفع الجهد من 15 كيلو فولت الى 132 كيلو فولت. وسبب رفع هذا الجهد لأننا نريد أن نقوم بنقل الطاقة الكهربائية ونقل الجهد، فإذا نقلناه على الجهد 15 كيلو فولت يعني راح يصل عندنا عند المستهلك قليل جدا بسبب اللوسز. وحتى نتخلص من اللوسز اللي هو R2R، فقمنا برفع الجهد. عند رفع الجهد يقل التيار، وبالتالي يقل إيش الباور المفقود. اوكي، بعد ذلك نقوم بنقل الطاقة الكهربائية عن طريق خطوط الضغط العالي. نستخدم فيها ابراج، وهذه الابراج تحمل اسلاك، كمثال ACSR نوع السلك اللي هو الالمنيوم كورد ستيل رينفورسد، اللي هو الالمنيوم المدعم بالستيل، من داخله ستيل ومن خارج الالمنيوم. بعد ذلك نصادف امام محطة تحويل تقوم بخفض وهنا المرحلة نبدأ في خفض الجهد لكي نهيئ هذه الفولتية للمستهلك. من 132 كيلو فولت في هذه المحطة، محطة خفض ستيب داون، إلى 33 كيلو فولت. أيضا هنا ال 33 كيلو فولت اللي هي فولتية متوسطة ميديوم فولتج، يتم نقلها عن طريق بولز وهي عمدان إما اتش أو حسب، وانواعها مثلا ستيل او في اللي هو المعدني، العمدان المعدنيه او الاسمنتي كونكريت. اوكي، بعد ذلك تدخل هذه الخطوط الى محطه توزيع رئيسيه. هذه المحطه تقوم بتحويل من 33 كيلو فولت الى 11 كيلو فولت ستيب داون، وبعد ذلك ايضا عن طريق عمدان. اوكي، عمدان يتم نقل هذه الخطوط. طبعا هنا ثلاث خطوط اللي هو 3 فيز ريد يير بلو او ABC، وهنا ايضا ثلاث وهنا ثلاث. اوكي، ستيب داون. بعد ذلك على العمدان يكون عندنا ثلاث خطوط. من هذه الثلاث خطوط ريد يير بلو ناخذ ثلاث خطوط الى محطات توزيع فرعيه. هاي محطات توزيع فرعيه تقوم بخفض الجهد من 11 كيلو فولت الى 400 اللي هو لاين تو لاين. كل هذه القيم الفولتية اللي هي لاين تو لاين فيس تو فيس. اوكي، ال 400 اللي هي لو طبعا بدخل عليها 11 كيلو بطلع عنا 400. اذا بدخل ثلاث سلاك هون بطلع عنا ايش؟ اربع سلاك او خمسه حسب، اللي هو ثلاث اسلاك اللي هي الفيزز وواحد النيوترون. هسه بين الفيز والنيوترون جهدها اللي هي تقريبا 280 زي هيك او 240 جهد. بعد ذلك ناخذ سلك من الفيز وسلك من النيوترال لنغذي البيوت، وهذا بشكل عام المنظومه الكهربائيه وباختصار شديد. شكرا.